مساء الفل، مساء الخير، ومساء السعادة، مساء يعني أحلى حاجة في الدنيا على أحلى جمهور. حيوحشتونا جدا، بس بنرجع لحضراتكم مرة تانية وعشرة الصبح في الأهلي إن شاء الله نعود ليه بعد رمضان. لكن دلوقتي إحنا في إيه؟ الأهلي في رمضان، صح كده. وإحنا دي أول طلعاية لينا أنا ونهاوند مع حضراتكم، أول لقاء بيجمعنا بيكم في يعني رمضان. فكل سنة وكل حضراتكم طيبين يا رب، وأهل بيوتكم طيبين وحبايبكم طيبين، وربنا يتقبل إن شاء الله يعني صيام الجميع وقيام الجميع، وشهر جميل وكله نفحات وكله بركات. وأتمنى كمان تكونوا حضراتكم مستمتعين بمتابعتكم لينا من خلال كل البرامج وكل الماتيريال اللي هتشوفوها معانا خلال أيام شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بص بقى، أنا بحب رمضان جدا، وكنا بنقول الكلام ده حتى قبل الهوا في 10 حلو اللوك الرمضاني بمناسبة رمضان. بمناسبة أنا بنزل أشتري قبل رمضان دايما. أنا من الناس اللي بحب العبايات جدا. في ناس ما بتحبش العبايات، تقول لك إيه بقى جو العبايات وبتاع. أنا الناس بحب العبايات جدا. بنزل أشتري يعني في شوبينج خاص للعبايات قبل رمضان. الواحد بيحب يعيش المود، حتى الواحد بحب اجيب البخور، الفوانيس، الحاجات اللي زي كده. انا لسه العادات القديمه بتاعتنا دي من واحنا صغيرين اللي كانت يا كريم في كل بيت مصري، لسه لحد دلوقتي انا من الناس اللي بحافظ عليها جدا. يعني بص ليها روح كده، ليها روحانيات. هنيئا ليك ان انت لسه بتلاقي حاجه تستشعري من خلالها المشاعر الحلوه بتاعت رمضان زمان، لان رمضان زمان كان ليه طعم كده وليه رونق على بساطته. يعني كانت الامور عموما زمان كانت ابسط بكتير مما هي عليه دلوقتي، ولكن ومع هذا برضه زمان كان ليه طعم تاني. بس برضه هنفرح يعني طبعًا. بص برضه هنفرح، وبرضه هنحاول ان احنا نتمسك بالعادات الجميله والروح اللي احنا تربينا عليها وكبرنا عليها، وكمان نصدرها للاجيال الجديده ولاولادنا وغيره، لان هو ده اللي كمان بنتكلم عنه بيميز مصر في رمضان طبعًا. دايما يقول لك رمضان في مصر مختلف. على فكره برضه دي مش مقوله، مش شعارات احنا بنقولها، لا دي حاجه فعلا. انت لما تيجي مصر وتقضي رمضان في مصر هتلاقي الوضع مختلف، هتلاقي في حاجه كده حتى احنا نفسنا مش فاهمين منها، مختلفة جدا. عن احترامي طبعا لكل الأماكن التانية، بس حتى أخواننا العرب يقول لك رمضان في مصر غير، وتغنى بده طبعًا. أغاني كتيرة طبعًا. على كل حال، كل سنة وحضراتكم جميعا من كل مكان في العالم بيتابعنا، وعشرة الصبح برضو عشرة الصبح بحكم العادة. بحكم العادة بعدين ما رحناش بعيد، ما العملية في بيتها كده.